وأول سؤال عندنا من الأستاذة منى من القاهرة، تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة منى، اتفضلي. ازي حضرتك يا فندم؟ فضل ونعم الحمد لله. كل سنة وانت طيب، يجعل الأيام سعيدة على حضرتك يا رب. يا رب علي علم يا رب اللي انت بتتعلمهن، ربنا يبارك لك يا رب بجد يعني. الله يرضى عنكم ويبارك فيك يا أستاذة، وينفعك ان شاء الله في ميزان حسناتك بإذن الله يا فضيلة الشيخ. يا رب انا وانتم يا رب. حاجة أنا كنت عايز أقول لحضرتك عليها، أولا دي أولا أنا ليا ثلاث حاجات عايز أسألهم، بس أولا أذكار الصباح والمساء هل ليها وقت معين؟ ده اللي بتكلم فيه. حاضر أقول لحضرتك. حاضر. أوكي. عشان بس الناس اللي ما تعرفش إيه أفكار الصباح والمساء، أفكار الصباح والمساء، أفكار الصباح والمساء دي عبادة أنا ابتديت أعملها من دلوقتي حوالي 15 سنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فوجدنا أن احنا عملنا حاجة اسمها أذكار الصباح والمساء، وهي كانت اللي بتبتدي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصبحنا أو أمسينا، فكامع العلماء ما يسمى بكل الأذكار اللي بتذكر في الصباح والمساء. بس أنا لاحظت أن في عبادة تانية اسمها إيه؟ الفكر. فبقى عندنا كمان عبادة اسمها أفكار الصباح والمساء، بنعملها في بعد الشروق على طول، بتبقى دي أفكار أو أنسب وقت الأفكار الصباح والمساء، إن بعد الشروق تكون بعد الشروق على طول، وبعد صلاة المغرب تكون أفكار المساء. يعني نقول أفضل وقتين. يعني نقول أذكار المساء بعد صلاة المغرب مش بعد صلاة العصر؟ أنت بتقولي أذكار ولا أفكار؟ أذكار الصباح والمساء. أذكار بالذال ها؟ آه. لا بنقول الأذكار بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد الشروق، الاثنين مناسبين، وبنقول أذكار المساء، ممكن تبدأ من العصر تكون أذكار المساء. نعم ده أول طيب. سؤال، السؤال اللي بعد كده. السؤال الثاني حضرتك دلوقتي، أنا حلفت يعني أنا كنت مظلومة في شيء وبس يعني عايزة أجيب حقي دي، فكتبت كلمتين كده على الفيس عشان أجيب، يعني كنت متضايقة فالمعلومة بأسماء كده وبلمز لا وغمز لا ولا لا لا يعني لا لا لا. طيب فناس جابوني وحلفوني على المصحف انت اللي كتبتي الحاجه دي وعملتي الحاجه دي، فطبعا حلفت، طب الحلفان على المصحف حرام اولا طبعا، وكده انا خدت ذنب. طيب طب ده سؤال، والسؤال في سؤال تاني. السؤال الأخير بقى، أنا عايزة أعمل حاجة يعني في الأيام الجميلة دي، أكفر عن يعني عن حاجة أنا عملتها، أي كان بقى، كذبت أي حاجة، ربنا يعني مش عارفة، ربنا طبعا بيحاسب الإنسان على أي حاجة غلط عملها، والإنسان مهما كان مش عارف عمل حاجات كتيرة إيه غلط، يعني إحنا أقول لحضرتك يا فندم، أقول لحضرتك فهل استغفار ولا صلاة ولا طلع زكاة ولا أعمل إيه يعني؟ أقول لحضرتك يا فندم، السؤالين اللي فاضلين من الأسئلة الثلاثة بتاعت حضرتك بعد سؤال أذكار الصباح والمساء اللي أنا كنت فاكرها أفكار الصباح والمساء، السؤال الثاني هو سؤال أعمل إيه؟ استغفر لله سبحانه وتعالى، هذا يمين أنت أقسمتي على شيء وهو لم يكن صحيحا، أنت أقسمتي أن أنت ما كتبتيش ده وأنت اللي كتبتي ده، فتوبي إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى. والعلماء على خلاف في مسألة هل هناك كفارة على اليمين الغموس؟ المسألة الأساسية أن احنا نستغفر الله سبحانه وتعالى، ولو أخرجنا صدقة سيكون هذا أرجى لمسألة التوبة. المسألة الثانية، طب أعمل إيه بقى عشان أنا إيه الحسنة، إيه الطاعات اللي أنا لو أن أنا أكثرت منها في الأيام العشر تكون سبب من أسباب قانون الإزاحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أهم حاجة إن الطاعات دي تكون طاعات متعدية، يعني كل الطاعات اللي بنعملها في حق الآخرين بتبقى طاعات متعدية، وهو ده اللي بيكون أفضل. فاعملي صدقات تشبه علاج المرضى وإطعام الطعام وكل هذه العبادات، طبعا مع بلا شك إن العبادات اللي زي الصيام وزي تلاوة القرآن وزي قيام الليل كلها، لكن العبادات اللي متعدية بتكون أكثر في مسألة أن يجبر الله سبحانه وتعالى بها ما قد أسأنا به في حق الآخرين.